زراعة الفراولة واحدة من أهم الشعب الفلاحية بولاية جيجل. بفضل العمل المشترك بين الفلاح والقائمين على هذا القطاع، نشاط يستقطب الكثير من الشباب الباحث عن العمل في هذا المجال. عندنا حوالي واحد المئة، واحد من المئة حتى المئة وعشرين يد عاملة يومي. هذه في كنعودو نجنيو وكنعودو نزرعو 50 60، تما تعتبر بما يعدل كي تشوف العام تاعك واحد 80 90 عامل يومي. يكون تما بالفراز يخدمو، يجيو الصباح بكري مبكرو كيما الناس بالكل، نيجيو نسترزقو نديو خبيزة هنايا مع الناس بالكل. عدد معتبر من مناصب الشغل يوفر هذا القطاع لشباب الولاية، زيادة على الفائدة الكبيرة التي يضرها على الفلاح وعلى الاقتصاد الوطني. زراعة الفراولة هنا في الولاية سجلت قفزة لا بأس بها، يعني من 4 هكتارات في 2002 حتى العام هذا وين سجلنا 661 هكتار. عشرات الأسر، خليني نقول من اليد العاملة اللي امتصتها هاد الشعبة، من المرأة الريفية كذلك اللي راي كل صباح تنتشر هنا في الحقول، الشباب كذلك اللي ساعدهم المسار الطويل ربما تاع الزراعة تاع الفراولة، المسار الطويل طويل جدا من سبتمبر إلى شهر جوان. زراعة الفراولة نشاط يستمر لمدة 10 أشهر تقف عليه يد عاملة مؤهلة، ما جعلها تسجل قفزة نوعية في هذا المجال.